كابتن رضا قول لي بقى انت القصه ازاي، انت بالك قد ايه في مع كوكاكولا؟ انا بس جيت في شهر واحد من مع كوكاكولا، 3 يناير. اه تمام. لكن الحمد لله ربنا طبعا وفقني وقدرت اعمل حاجه كويسه مع النادي. بس اول حاجه انا حابب اشكر طبعا مجلس الاداره كله بصراحه. الناس انا اتفاجئت بالناس دي كلها بصراحه، مع يعني الباشمهندس مجدي اسماعيل والباشمهندس محمد علاء والاستاذ وائل علاء والاستاذ محمد زكي، ناس كتير يعني، والاستاذ والكابتن عبد الستار صبري والكابتن محمد صديق والكابتن محمد فتحي. بصراحه الجهاز الفني طبعا بقى مش عايز اقول لك، كابتن تامر انا جيت بعد فتره كنت في زد اللي هو اف سي مصر لما هبط ما رضوش يمشوني السنه اللي قبل اللي فاتت دي. فجيت حصل معاه مشكله في حاجات كتيره، فرحت الكابتن تامر كلمني بصراحه، يعني الكابتن تامر كلمني من الناس اللي فرقت معاه الفتره اللي فاتت جدا جدا يعني، عامل نفسيا بصراحه. كنت جاي كانوا المركز الاخير يعني، كل كان المركز الاخير يعني، الكابتن أصلاً. كان الكابتن تامر كان ماسك الفرقه المركز الاخير عندها 3 ب 4 بونت. يا نهار ابيض، ده في يناير. الكابتن كان ماسك القناه كان ماسك القناه، كان متصدر بالدوري، جاله كورونا فهو طبعا مشي من القناه، جه مسك فرقه كولا كان المركز الاخير. وانا جيت لهم بعد ماتشين من الكابتن، كان كسب ماتشين وكان المركز الاخير، فالكابتن عمل معاهم بصراحه يعني حاجه انجاز كبير جدا. طبعا يعني المركز الاخير تبقى المركز الاول وتنهي في مجموعه صعبه جدا جدا، 5-6 فرق بينافسوا لحد اخر ماتش. فطبعا الكابتن انا حابب اشكره، وحابب اشكر الجهاز الفني كله والعمال النادي اي حد في النادي. الصراحه انا كنت سعيد جدا، اللعيبه اللي معانا دي بقى فعلا كنت تمساح بيتكلم فيه، لعيبه في الدرجه الثانيه، لعيبه كبيره جدا 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 معانا، مجموعه لعيبه فعلا لو خدت فرصتها تبقى في حته تانية خالص. ال- ال- الاجواء بقى في الدوري القسم الثاني، عشان برضو نقربها للساده المشاهدين، يعني قولوا لنا ايه الفرق، ايه الاختلافات؟ طبعا اختلاف حاجات كتير، اختلاف امكانيات، اختلاف اعلام، اختلاف ملاعب، حاجات كتيره جدا. طبعا الدوري الممتاز طبعا الماتشات كلها احنا سمعنا في بعض الماتشات الجمهور بينزل عادي في لا حسب احنا في مجموعه القاهره صعب، يعني يعتبر احنا الملاعب برضو يعني شويه اصلا، يعني مجموعه الصعيد دي صعبه جدا جدا في حاجات كتيره. احنا يعتبر مثلا بتلعب اسامي كبيره جدا، ترسانه لعب في الدوري الممتاز، القناه لعب في الدوري الممتاز، الداخليه لعب في الدوري الممتاز، يعني في انديه كبيره جدا 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 لعبت في الدوري الممتاز وليها تاريخ ولها اسمها. لكن طبعا لما بتنزل في الدرجه الثانيه بتبقى صعب جدا، لازم تحارب لان تلعب المركز الاول بس. صحيح. فبتبقى صحيح. المنافسه انا لحد اخر صفاره الحكم في الملعب احنا الداخليه. فطبعا قبلها بقى الثلاث اسابيع كنا احنا والداخليه والترسانه وبورتو، 5 فرق او 6 فرق بينافسوا لحد اخر 3-4 ماتشات.